شو حبيبي؟ رايح؟ يعني أنا كان بودي إني ما أروح، بس هلأ شوي تعني بتطلع بنتك المصونة، وإذا طلعت من الجامعة وإجت شافتني هون مصيبة. طيب مثل ما بدك. دخيل الله دخيل الله. حياتي بدي أطلب منك شيء. عيوني إليك. لا تطول الغيبة علي مشان ما أفرمك. أيوة هلأ ليكي، أنا من زمان كان جاي على بالي انفرم. أيه. ولقيت هلأ فرصة يعني، فبما أنه معنا شوية وقت في مجال تفرميني هلأ؟ حاضر، أنا اللي بفرمك. أنا دخيلك يا الله. طلعي يلا. فوتي عم سمية، عم تقلي إنك بتعرفني؟ غلطان كتير. أنا بنت عايشة ألا عن عيشة ممكن تتخيلها. ربيت بمكان كتير موهوب. أبي طلق أمي، أنا لسه كنت عم أرضى، وأمي ما بيهمها غير المصاري. مشان هيك كتير طبيعي تشوف رجال فايتين لعنا بنص الليل عم يلعبوا قمار. طبعا أمي العزيزة بتاخذ فيه النصيب من الربح. مو بس هيك، كل شي بيخطر عبالك فواتير من أكل وشرب بيدفعوا هنن. فشو رأيك سيد حازم؟ لسه بتعرفني؟ بتعرفي سمية؟ كل هذا الحكي اللي حكيتي أنا ماني مستغربه أبداً، لأنه من أول لحظة شفتك فيه أنا متأكد أنه في جواتك شي كتير حلو، بس يمكن ظروف حياتك فرضت عليك شي أنت ما بدك إياه. انت منين جايب كل هالثقة انه نحن نكون مع بعض او انك تعرفني بعد كل اللي حكيت لك يا؟ لانه لو ما كنتي مرتاحة ما كنتي حكيتي معي بهي الطريقة، صح ولا لا؟ ليكي سمية، انا وياكي رح نتفق على شغلة. انا رح كب كل هذا الماضي الاسود تبعك ورا ظهري، بس من هي اللحظة رح نفتح صفحة جديدة، ومن هي اللحظة انتي مسؤولة عن تصرفاتك، اتفقنا؟ شو؟ خليني أفكر. طيب فكري، بس أنا واثق من النتيجة. شو حياتي؟ شو شو؟ شو؟ ماني عارفان كيف بدي سوق مع تشوف. أمي؟ إيه؟ بدك شي مني؟ إيه بدي. لا ما عاد فيني خلاص. ما تفهمني غلط، بدي سلامتك. أنا ما بدي روح. لا تروح. طيب إذا أجت سمية؟ ما أنا هلا لازم تروح. طيب تعيش يا حبيبي. يلا باي. يلا بقى روح. فراس؟ خير؟ ليك في شغلة بدي أسألك عليها، بس توعدني ما تجيب سيرة لحدا؟ شو في؟ أول شي وعدني. خلاص بوعدك احكي. يعني هو أنا بعرف أنك أنت أحسن واحد بالشلة، بعرف ما رح تحكي، بس وعدني أخي. خير نتالي شو صاير؟ هلأ أنا بشعة شي؟ ما فهمت. أنا بشعة؟ لا. طيب غليظة وما بنطق؟ هلأ أنت بتحكي كثير، بس أشهد بالله أنك مانك غليظة، يعني أنا بحسك مهضومة، بس يعني لولا فزلكتك وأحياناً كلامك الزايد وثقافتك. بس نتالي شغلتي لي بالي، شو صاير أحكي؟ إنه ليه ما حدا عم يطلع فيني؟ كيف يعني؟ اللي بقصده إنه ليش ما حدا بيحبني؟ لك شلون ما حدا بيحبك؟ أنا بحبك، والشباب والصبايا والشلة كلها بتحبك، إيه كل طلاب الجامعة بتحبك، شو بكي؟ إيه بحبوني، بس مثل أختهم. أنا ما بدي حدا يحبني مثل أخته، استوعبت الفكرة؟ بس أنا ما بحبك مثل أختي. لكن مثل شو؟ يعني كصديقة. إيه لأنه أنا ما بأمن يعني بأنه الشاب يقول للبنت أنه أنا بحبك مثل أختي، إلا ليكون في من وراها مقارب. شو رأيك بكلمة مقارب؟ برافو عليك، صاير مثقف وعم تتحسن. لك فراس. شو؟ لك أنا ما بدي حدا يحبني لا كصديقة ولا كأخت، فهمت علي؟
ايوه هلا فهمت عليكي. ايه الحمد لله يا ربي. لك اذا فرج الاهب الحب باسل وليلى بيحبوا بعضهم. لك حتى هذا مازن الغليظ كل يوم 12 مره بيحب، حتى لو عم يكذب على البنات بس على ليلى بسمعون يا له هديك الكلمه. الا انا مكانك راويح. وانا مثلي مثلك فراس. كيف يعني؟ يعني وانا كمان ما في عندي حدا احبه. بعرف كثير بنات، كثير بنات قايلين لي اياها، بس انا ما قدرت اقولها لحدا. قدرت اقولها لبنت وحيده بس، هي غزل. بتذكريها مو؟ هاي البنت ما قدرت احب بعدها ولا رح اقدر احب. ما بعرف ليش قلبي ما دق لحدا من هدول البنات اللي تعرفت عليهم، مع انه بيجوز في احلى منها بكثير واظرف واهضم منها، بس مثل ما بيقولوا القلب ما يهوى. وعلى فكره هي راحت وتجوزت واحد خليجي مشان المصاري، وانا لهلا ما عم بقدر انساها، بس انا متاكد اني ما رح اقدر احب غيرها. وانا كنت كثير حبها لغزال، كانت كثير رفيقتي. من فترة دورت عليها على الفيسبوك، حطيت اسمها على أمل إنه تطلع لي، بس ما لقيت ولا أكاونت باسمها. لو أنا ما خليت طريقة لدور عليها بس ما لقيتها، مستحيل. يا رب الله يجمعك فيها عن قريب. بس المصيبة إنه البنت تجوزت، يعني إذا رجعت اجتمعت فيها شو رح تستفيد؟ ما عندي مشكلة، مهم شوفها وأعرف إنها بخير. نيالة غزال، عجد نيالة إنه في حدا بيحبها لهالدرجة. وداني من غير ما يسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم، دعني دموها بتتألم. مسافر وحدك لتبعد عني، لتبعد عني وتهجرني. قطع عمرك في ناس بكيتني. بالجامعة مامي. شو صارت الساعة 8؟ شو جامعتك سايرة سواري وما لي علم؟ لا تأخرت على الطريق. طيب طلعي البسي جاي أبو خالد. ما جاي عبالي اليوم، بدي أقعد مع حالي شوي. لك مو عيب عليكي عم تحكي هالحكي؟ الزلمة شاقق حاله ليرضيكي، جاب لك ذهب وتياب وعمل لك أحلى حفلة عيد ميلاد، وهلا جاي تقولي لي حابة أقعد لحالي؟ إيه خلصنا مامي. وإذا جابوا ودا؟ بعدين ليش مصرة تضلك تذكريني بهالموضوع؟ مصرة؟ ليش تقبريني أنا شو جاييني؟ ولو لولو أنا تربايتك، شو غريبة عنك؟ بكرة أول ما بتندقي بتقولي لي هاتي الذهبات. أنت طلعي منا وأبو خالد عندي. فروزة فتح؟ لا طولي بالك، ها اقعد فوتي شايفك. يلا. فتح؟ فتح. ما عرفتكم على بعض. فاتنة بيتي. مستأجر ب5000 ليرة بالشهر. ايه حلو كثير. بتعرف بيت مين بيشبه؟ بيت مين بيشبه؟ بيت موكلي. ليش موكلي كان عنده بيت؟ لا بس هيك حسيت. فاتنة انت شو قصتك انت وافلام كرتون؟ قصة طويلة. طيب احكي لي. رح احكي. من لما كنت صغيرة ربيت بدون أب،
لأنه هو على طول مسافر وأمي متوفية. عندي خالة مرت أب، وعندي أختين منه، خالتي مرت البابا. كل شغلتها بالحياة إنها تضايقني، كأنه ما في غيري تتلاقي بالحياة. تعرف شو أصعب شغلة بالحياة؟ إنه أبوك يجي من السفر 3 أيام كل سنة، أنت ما تقدر تحكي له إنك أنت كتير تعبان أو متضايق، لأنه أصلاً مو فاضي يسمع لك. قلنا عادي إنه أخواتك يناموا على تخوت وأنت تنام على الفرشة على الأرض، كمان عادي، كل شي عادي. أنا مثل ساندريلا، نفس القصة ونفس الحكاية، يمكن لهيك بحب أفلام كرتون. بس في فرق بيني وبين ساندريلا شغلة واحدة، إنه هي نهايتها كانت كتير حلوة، بس أنا ما بعرف شو ممكن تكون. طيب وأنا راح أحكي لك قصتي كلها. أنا عشت لحالي هون مثل الكلب، ماتوا أهلي من أنا وصغير، ماتوا بحادث سيارة، أنا ما متت. بتعرفي ليش؟ لأني ما كنت معهم. ما كانوا ياخذوني أي مشوار بيروحوا ويتركوني لحالي بالبيت، ياخذوا كل إخواتي ويتركوني. ربتني ستي لحتى صار عمري 18 سنة وماتت ستي. ولما ماتت ستي إجت عمتي وقلعتني من البيت كمان مثل الكلب، لحشت لي 100,000 ليرة وقالت لي هدول هني حقك. طبعا بعدين عرفت انه هذا الحكي كله كذب، وانه هي باعت البيت ب 12 مليون. يعني رجعت حمار. لا انا مو بس حمار، انا حمار وحداني منحوس. ما بعرف ليش هيك مكتوب علي. لا مو بس انت، في ناس كتير مبسوطين بالحياة، بس في ناس كتير معترين. غلطانة فاتنة، كل الناس معترين. مامي موبايل عم يرن. مين؟ رقم غريب ما بدي رد. ايوه فصلتني، معناها سمية جنبها اكيد. ايه لمين بدنا نتصل؟ اتصل بعلا. علوشة كيفك قلبي؟
إنه عن جد أنت ليش هيك شكلك بضل؟ لا بتزبطي حالك ولا بترتبي حالك، عملي لك شي حركة يا أختي، حطي لك شوية ميك اب على وشك، غيري من هاللبس، وبعدين معي ساوي لك شي قصة لتشوفي من وين العطل. يلا تعي انا وياك نحط ميك اب لنشوف شو بصير. شو بدي احط اي لون؟ والحل؟ والله يا عمي في ناس ما في حل، في ناس كثير كبار بالبلد حكوا بالموضوع وما مشي الحال، البيوت بدها تنقص. ايه ونحن وين بدنا نروح بحالنا؟ الله اعلم، مثلي مثلك. الله الظالم يا امي. ونعم بالله. ايه سيدي انا بستأذن. السلام عليكم. الله معك. الله معك جاف. خلص ماما بوس ايدك ما تزعلي. خلص امي خلص، اصلا كل هذا ما عاد ينفع. بس انا اللي بدي اعرفه هدول اللي عم بيعملوا مشاريعهم من فوق بيوت العالم ما عم بيحطوا الله بين عيونهم؟ ما بيعرفوا انه هالبيوت ساتر عالم؟ ما بيعرفوا انه هالبيوت صحابه درويش ومو ملاقيين ياكلوا؟ ولو معهم مصاري ما كانوا اشتروا بالمخالفات. بس هدول العالم ما بيخافوا الله. مثل ما قلت لك يا أمي، الله عالظالم. طولي بالك أمي، وحياتك ما بيكون اسمي فراس إذا ما بشبلك أحسن من هذا البيت بألف مرة. أمي أنا ما بدي لا قصور ولا فلل، أنا بدي بيتي، ما ياخدوا لي بيتي. هذا اللي تجوزت فيه وجبتك وربيتك كل شبر بندر فيه، هالبيت اللي زعلت وفرحت وانبسطت وأكلت وشربت فيه، بدي بيتي هاد ما ياخذوه ويخلوا لي اياه، ما بدي غيره. بابا لك بس ابو صلاح على ليه ما صار؟ مي وسخه جراثيم طفيليات باسم اللي بتترك كل شيء من ايدك وبتطلع عند اللي ما عاد يستحوا. طيب طولي بالك اختي ولا تعصبي لانه التعصيب هو سبب كل الامراض. لا ما بدي طول بالي، اليوم بدك تلاقي لي حل انت وابوك والا بجرب هالسرا. طيب حبيبتي طولي بالك وفهميني شو الموضوع. عادي تاخرتي على البيت، خليني اوصلك. انا بقصد مشان ما تعلقي انت وخالتك. فاتينا بتعرفي ليش بحبك؟ ليش؟ لانك ما بتشبهي افلام كرتون. بتشبهيهم خلص. انت ليش عم تفكري بحازم يا سمية؟ لتكوني حبيبتي؟ معقول؟ شو عم بصير فيكي؟ صار لك سنين ربيانه ومتعوده انه ما تحبي حدا وبس انت اللي تنحبي. لك كيف وليش ليجي حازم ويخربت كل شي فوقاني تحتاني ويخليكي تحسي انك عايشه غلط؟ وإنه الحياة مو بس مصلحة، الحياة فيها حب. سمية؟ سمية؟ إيه مامي؟ وين سارحة؟ ولا بشي، شو كان بدك؟ قومي البسي، أبو خالد على وصول. شو كأنه ما عجبك الحكي؟ لا أبداً. يلا قايمة. يلا. لك عمي مي نظيفة، الله وكيلك فيجي، ايه فيجي مثل ما عم قلك. يعني لو كانت فيجي ولو كانت بقين جار
يعني ما بتطلعوا اذا في غسيل تحتكم؟ والله عيب. لك شو عيب؟ ما عيب، شغله ناكته انتوا عيب تحكوا فيها. لك جيران احنا، شو بكون انتوا؟ ابو صلاح من بعد اذنك ولو سمحت ومن بعد امرك كمان، يعني نحن محترمين الجيره وما بدنا نغلط مع حدا، وانت كمان لساتك جديد بالبنايه، يعني خلي الامور هاديه بيننا وبينك لو سمحت. ايه خلصت؟ ايه بصير خير. يلا اصبر لشوف العمى. لا واضح انه رح يصير خير. شو هلا؟ على عيون شو حاطة هي؟ مني؟ شو هاي الأزرق؟ شو عم تتصل هي؟ وهي الروج ليه؟ العمى طلع عندي نفس اللون. نتلي تعريكي حلوة وما هي درياني. لك شو هالموديل الحلو عاد؟ لك مين؟ لك وين كنتي مخبية كل هالجمال؟ ولك نتلي اسمعي، ولك نتلي أنا هيك للي مو عاجبه ينفلق، فهمتي؟ قولي على أنتي. يه يه ليش هيك لابسة هذا الفستان ومعطى حالك هيك؟ ما في شيء امي، كنت عم بقيسه خفت يكون ضيقان علي لاني صار لي مو لابسته من عرس بنت خالتي، وبعد شوي يمكن تخطب رفيقتي لهيك عم بقيسه. يي علينا، غلطنا وكفرنا وسالناكي، سامحينا الله يخليكي، شو بك انبحتي هيك؟ خلص تعالي على العشاء مستنيتك. يلا جاي. اسمعي ولي نتالي، لازم تضلك محافظه على كل شيء تعلمتيه بالحياه من ابوكي، ومثل ما بيقول ابوكي اهم شيء بالشخص هو معدنه وكرامته ومبادئه واخلاقه، مو شكله ابدا، وهذا اهم شيء بالحياه، فهمتي؟ يلا ولي روحي على العشاء، لما تعيديها. هذا مبين ما راح يفهم، واذا مصر ما يفهم انا بعرف شو في معه. مو بس هيك بابا، بدك تشوفه طول الوقت وهو عم يحكي معي، عم يفصص بزل هيك ويكب علي، قرفت منه يقطع عمره، يعني كانت رح تجيني جلطه يوقف قلبي. العمى يبعث له حمى، بزر عم يفصفص وبزاقه نزل عليه؟ لا صار بده حمام. وانا هيك عم اقول انه بده حمام، مع انه تحممت قبل شوي ها، بس قرفت منه. بس قبل ما اقوم في شغله بدي اقول لكم اياها. شو هي؟ انا قررت اخطب رفيقتي بالجامعه. بدك تخطب؟ مين؟ شبنا براءة. عم قلك رفيقتي بالجامعة بنت حلوة كتير وآدمية اسمها ليلى. شو رأيك بابا؟ هلا عن جد أنت بدك تخطبها لهي الصبية اللي عم تحكي عليها؟ إيه طبعاً، وإذا بتريد بابا بأسرع وقت. يعني خلاص؟ أنت متأكد إنه هي هي البنت اللي بدك تكمل حياتك معها وتكون مرتك وأم ولادك؟ إيه براءة. إيه بكير؟ مو بكير؟ لا مو بكير بابا، حنتكل على الله. امتى فينا نروح نخطب لهي البنت؟ امتى ما بدك بابا. لحظه، قبل كل شيء بدي اعرف هل بنتنا ضايفيه خاليه من الامراض؟ بدي اعمل لها فحص وتحاليل. لا ضروري. جاهزين؟ جاهزين. الله عشرة مالك. وصلنا؟ عادي أنا ممكن. ماشي. فاهم؟ ماشي حتى ممكن. أنا. ما أنت. رايم.
اتركي اتركي مركز. مو بقصدي. لا مو مشكلة. طبعا مو مشكلة. ما أحلاها وتكون مشكلة. يلا لمي الإزاز ومسحي الأرض والله يعيني. الله يعينك تكون مدبقة. يلا لشوف. يلا. يلا. أخ يا فاتنة، الواحد لما بيشوفك وبيشوف جمالك بيقول إنه هالبنت بنت عز، بس لما بيعرفك أكتر بيبكي عليكي. عموماً على قولة فرج ما حدا مرتاح. ألو، كيفك ماما؟ وأنا مشتاقة لك كتير. انتو ما عم تحكوا معي وانا ملتيه بدراستي. اليكي ماما، حددنا انا وباسل موعد الخطبه اخيرا. اي طبعا لازم تجوا مشان قصص النقد وهي الشغلات. الله يبارك فيكي يا رب. ليكي لا تنسي تجيبوا خالي معكم. اوكي طيب ماشي، يلا باي باي سلام. شو يا مازن، وين المصاري؟ قول مرحبا قول أهلين شبك. لا مرحبا ولا أهلين، فوت جيب المصاري بسرعة. خلص بكرة أو بعد بكرة بكونوا عندك. ماني متزحزح من هون لحتى أخذهم. شبنا أبو مصعب، وكيل الله شبك. أول مرة نشتغل مع بعض نحنا، بعدين أنا قلت لك يوم يومين بالكتير بيكونوا عندك. هلأ روح من هون قبل ما أبي يطلع ويشوفك ويروح يقول للمعلم على كل شيء. طيب ماشي، بس حسك عينك ما تأمنه. والله لا أمنه. مين يا مازن؟ لا بابا، هي وحدة مخربطة بالبيت. حلوة؟ لا من الحلاوة والشبق طعم رزق. منيح المخربطة. قولتك رفوت غير أوعية أنا. أهلين وسهلين. أهلين فيكي، يسلم إيديكي. بدياتك ولو تفضلي. شكرا. لحظة لحظة لحظة، ما بيصير، لازم تعقمي إيديكي قبل. أنت بتعرفي طوال الطريق قديش في جراثيم. عن جد برافو عليكي. وهلا خلينا نحكي بإجراءات الخطبة. بأي صالون حابة تعملي شعرك؟ طبعاً بكرة خطبة السيد باسل على الآنسة ليلى، يعني من اليوم ورايح العلاقة رح تصير رسمية بيناتهم. ومازن على فكرة كتير فادن، ها يعني عمل معهم معروف إنه خلى ليلى تجرب غير باسل لتعرف خيره لباسل.
على قولة المثل، ما بتعرف خيره لا تجرب غيره. على خطبة باسل وليلى؟ شو بدك تلبسي؟ أنا برأيي تلبسي الفستان الأسود المطرز لأنه كتير حلو وبيلبق لك. وأنا هيك عم أقول، يقرشني لذوقه مثل ذوقي. ما قلتي لي أبو خالد ليش زعلان منك؟ لأنه إيده طويلة. ليش شو عمل؟ مد إيده على إيدي وهو عم يلعب شدة. آه، وأنت يعني انخدش حيائك؟ شو بدك يعني اتركه عم يتحركش فيني واسكت؟ ايه عادي، وإذا حاط إيده على إيدك شو صار؟ خربت الدنيا؟ إيه لا لهون وبس. لما الوحدة بترضى إنه الواحد يحط إيده عليها وتسكت له رح يتمادى أكثر. طيب، وممكن تفهميني شو معنات بده يتمادى أكثر؟ أنتِ فهمانة كثير منيح. اسمعي هالكلمتين، ما عاد تطلبي مني اتغنج له لابو بطيخ نهائيا. انا بكره رح زدت له ذهباته وثيابه بخلقته لانه عجبت في هالكيل معي. لانك مجنونه ما بتعرفي مصلحتك وين. بس مو الحق عليكي، الحق علي انا اللي ما عرفت تربيكي. حقلو. ايه حبيبي مازن، كيفك؟ اقوي هواك تتكابر، تقول لهواك تجافيني، اروح وياك للاخر، اعود اجاك لاقيني، ليلك ليل، ليل نهار، والله انا عم خربت يا الله، عيدوا لي. اقول لهواك بتكابر، تقول لهواك تراضيني، اروح وياك للاخر، اعود القاك ناسيني، ليلك ليل، ليل نهار، تلجك برد. ولي نتلي؟ شو هالمسخرة اللي عم تعمليها؟ آه؟ ليش هالرقص وهالمياعة وهالغنى الهابط هاد؟ إنه ما اختلفنا، هيفا وهبي مرة حلوة كتير، بس إنه صوته مو حلو، قاعدة عم تغني لها كمان. يا عم شو إنك مسخرة؟ وهدول التياب ما رح ألبسهم على خطبة ليلى وباسل، أصلاً ما نون ستايلي. بس شو بدي ألبس؟ ما خلصتي؟ بلا ليكني حاخلص. خفيها شوي، بدك تلحقي تنظفي غرف الزباين. حاضر. خالتي؟ نعم. بكره خطبة رفيقتي وكتير جاي على بالي روح، تسمحي لي؟ والله حسب تصرفاتك من هون لبكره. إذا عجبتني تصرفاتك بخليك تروحي. إيه أكيد حتعجبك. يلا. برافو علي. شو ليش ما رحت اليوم على الجامعة؟ بما انه اليوم خطبتي قلت لحالي بعمل شوية ريلاكس هيك ما بطلع من البيت. والله العظيم مبسوط كثير انك خسرت عريس. تسلم يا بلال. بتعرف انه ليلى ما في منها؟ واهم شيء انه انا كثير بحبها. يا سيدي نيالكم، والله يتمم على خير يا رب. ان شاء الله من تمك لباب السما يا رب. معلم، شوف اخوك قديش شاطر وسمالي. اها، هلا انت بتعرف انه انا ما رحت اليوم على الجامعة مو مشان خطبتي؟ لك مشان سمالك. هلا هيك صار الحكي يا سيدي، انا حرجته ما عاد بدي سمع. بس سيدي اذا حافظ كلمتين على بعضهم يا بلال. يا
يعني الساعة 8 بنكون عند بيت باسل؟ لك انه اهله لباسل معقوش ومنجحين يا جماعة؟ كل هالمصاري اللي متلتلي على قلبهم، لك وابوه معه مليارات وعاملين الخطبة ببيتهم، ما بيعرفوا يعيشوا الصالة يعني؟ عيب عليك مازن، شو الحكي هاد؟ بعدين شو دخل انه يكونوا الجماعة عاملين الخطبة بالبيت لحتى يكونوا منجحين؟ مزبوط هاد الحكي؟ انك محترم لا غبار على هذا الكلام، بس عيب نحكي هيك عن رفيقنا. فرج حاضر. فاتنة حاضر. نتالي خير. لحد لثلاثة إذا بشوفكن هون ما سح فيكن أرض الجامعة. لازك عم تحكي بس دعية. يلا 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 حبيبتي يلا حاضر. الله معك. يلا 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 الحقيقة واحد اثنين ثلاثة وضريب. اللي عم تقول لي وضريب؟ امسح الجامعة فيها هلا. ميزو معك 50,000 ليرة دين. 50,000 ليرة دين؟ يعني انت ليش بدك اياهم؟ بصراحة بدي استأجر بيت جديد لأنه لازم أخلي البيت القديم. طيب أبو فريس بس إذا بتستنى علي المسا بكون ممنونك، يعني اللي حاول أمن لك اياهم لأنه أنا ما معي هلا مصاري، يعني ممكن بيع الموبايل. سلم ايديك. شكرا حبيبي. مو رايح على الخطبه اليوم؟ والله ما بعرف. روح حل عني يا ما معي ال 40,000 ليرة بتجيب فيها تأمل، ولا ان شاء الله مفكر حالك اغلى من التأمل؟ يعني انا التأمل عندي يا اعز صاحب بالدنيا. ومين مفكر حاله هذا مازن لحتى عم يصرخ علينا؟ مفكرنا اولاد صغار؟ لك يا شو كان الاسم؟ فاتنة. يا فاتنة يا حبيبتي هذا مازن مخه هيك ونحن متعودين عليه. لا ما بيصير متعود عليه، بعدين انت ليش ما ضربته؟ لك يا حبيبتي شو هي اضربه؟ فكري بالنتائج. هلا مازن صحيح مخه صعب ومشراني بس محترم. علي الحلال انت يا موقوته انت. تفا لك امشي روح معي منتسلى. لك يا سمية كيف بدك يعني روح وانا ماني معزوم؟ انت رايح مع سمسم؟ على عيني وراسي سمسم، بس ما رح روح على عرس لا بعرف لا العريس ولا العروس، ما حلوة بحقي. شو عم تعقد الأمور؟ خطيب وخطيبة. لا تؤاخذينا، خطيب وخطيبة. طيب سمية أنا تأخرت ولازم روح عندي محاضرة، بدك شيء؟ الله معك. يلا باي. حازم